السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي منورانا ومتابعانا على قنواتنا على اليوتيوب. أحلى مسا عليكم جميعا. طبعا يا جماعة النهاردة حابب أكلمكم في الحلقة دي، بس قبل ما نتكلم النهاردة، طبعا الكلبة اللي هي الكين كورسو طبعا الحمد لله اتباعت دلوقتي، تمام. لسه هنعرض كلاب كتير، ولسه في كلاب معانا كتير هنعرضها وهنصورها والحاجات دي كلها. النهاردة طبعا بإذن الله وبمشيئة ربنا هنوريكم، بس قبل ما نتكلم كده نوريكم الكلاب اللي هي التدريب. انا واقف اهوت هنا وهم في كلاب منهم واقفة، يلا نشوفهم كده. طبعا ادي الكلاب واقفة، شوفوا تعالوا دلوقتي لما نقرب كده. واقف ليه؟ واقف ليه يا اوريو؟ واقف ليه؟ وانت واقف ليه؟ واقف ليه؟ الأدب الأدب مطلوب، تمام؟ الأدب ايه؟ ايوه كده، ده تشيكو باح كوفو. ولا بويك بويك اقعد يا شيب، اقعد قلت ايه؟ اقعد اقعد يلا اقعد. شاطر واقف ليه؟ طبعا يا جماعة دي كلها كلاب تدريب، تمام. في انضباط شوية، في ضبط وربط النهاردة في الشغل. الكلاب اللي بتهيج عند اصحابها، ولما بيكون حد مربي كلب وتلاقي كلبك بيهيج وبيهوه كتير وبيعمل مهرجان في الفاضي كتير، اذا كان مفيش حد بيهاجمك او مفيش حد بيعمل لك اي حاجة، فانت ليه يعني ان انت كلبك يهوه بمثابة كبيرة كده او بطريقة كبيرة كده؟ طبعا لا، احنا بنعرف الكلب هنا دلوقتي ان ازاي ما تشتغلش غير لما يكون في سبب. وقفت ليه؟ وقفت ليه يا اوري؟ انت وقفت ليه؟ وقفت ليه؟ ايوه كده. شيبرت حط رجل على رجل. لمزاجك على القعدة. طبعا يا جماعة شيبرد ده من محافظة اسكندرية، بس وش اتغير اتغير خالص من الكمامات. طبعا الكمامات كنا بنشتغل بيها على طول، علشان زي ما انتم عارفين الشراسة والهجوم، وكلب بسم الله ما شاء الله في شراسة جميلة جدا. اوريو انت بتسمعش الكلام صح؟ صح؟ ايوه كده. أرون عامل ايه؟ زيك بابلو
شي برد حبيبي انت. احلى مسا عليك يا جاك بنت دهب. شايفين يا جماعه الادب؟ طبعا كل كلب قاعد ما ينفعش يعمل اي دوشه غير لما يجي وقت الشراسه، يعني الموضوع مش هبل كده وخلاص. اوريو واقف ليه؟ من بعيد اهو، واقف ليه؟ واقف ليه؟ انتوا عارفين اوريو كل شويه واقف ليه؟ شقاوه وفهد واخدين المكان بتاعه، عشان هو حجمه بسم الله ما شاء الله مش عارف يقعد منهم، فبيحاول ان هو يرضي الموقف يعني. هنمشي؟ مش عايز دوشة ها؟ قاعد فين؟ يا عيني انت كده مؤدب. طبعا زي ما شفنا يا جماعه دلوقتي الكلاب انا واقف قدامهم اهو تمام منضبطين انضباط بسم الله ما شاء الله. النهارده الحمد لله قدرت ان انا نوصلهم لمرحله جميله خالص ان مفيش هيجان. الفكره النهارده في التدريب ان كان اليوم طبعا جميل جدا، علمت الكلاب النهارده كلها مره واحده ان مفيش هيجان، مفيش طالما انت مش مفيش حد قدامك بيهاجمك او مفيش مهاجم او مفيش اي حاجه يبقى لازم تكون منضبط. الناس اللي كانت جايبه لنا كلابها وكانت بتشتكي ان هي بتعوي ساعه اذان الفجر والحاجات دي، الحمد لله قدرنا ان احنا نغير الحاجه دي خالص وما عادش في كلب عندنا الحمد لله بيعوي والكلام ده كله. يعني كان في ناس، انا فاكر ان كان في حد جايب لي كلب وبيقول لي يا كابتن ابو نور ده بيعوي ساعه اذان الفجر والكلام ده كله، لا الحمد لله دلوقتي قدرنا ان احنا نغير. طبعا زي ما انتم شايفين الشكل طبعا النهارده يا جماعه انا شغال من الساعه 10 الحمد لله لحد دلوقتي قدرت ان انا نوصل لكل الكلب، كل كلب فيهم الكورس بتاعه النهارده طاعه وغيرت من طبيعته خالص، فالحمد لله طبعا النهارده كان شيء جميل جدا. شايفين اوريو وشقاوه قاموا وقفوا، تعالوا نشوفهم كده. شقاوه شفتك 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 اوريو شفتك شفتك وانت بتقف. بلاش نزعل منك ها؟ أحلى مسا عليكم يا جماعة، وطبعا ده أدب أو احترام لشخصية مربي الكلب، إن كل كلب يكون محترم شخصية مربيه أو مدربه، دي حاجة جميلة جدا. تحياتي للجميع وأحلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.